تبارك الله. واخا ان شاء الله وحنا غادي نسقوا معاك ان شاء الله باش تشاركي معنا وتفيدي المستمعات. غير ملي نسالي المكالمه ان شاء الله ما تقطعيش واخا؟ ان شاء الله. مرحبا. تفضل مالكه. عندي واحد البحلاوه مالحه. بحلاوه مالحه واخا؟ ندوز المقادير. هي تفضلي. زلافه ديال الدقيق. عندنا جوج معالق كبار نتاع الزبده مذوبه. عندنا واحد المعلقه صفار نتاع الخميره معجونه. عندنا واحد الخماره. عندنا جوج معالق ما مالكة مقلاش كنسمعوك مالكة. نعم مقلاش كنسمعوك. واخا كملي غير بشويه عليك. عندنا واحد المعلقة سنيدة كان فينا. عندنا الحليب باش كنجمعو العجين. اييه. والعجينة كنجمعوها تتكون مرخوفة شوية. واخا. نرجعوا لدروك الحشو. عندنا نص كيلو نتاع الكفته التوابل ديالها. اييه الكفته بالعطريه ديالها. متبله. اييه ومشحره. عندنا فرماج محكوك. عندنا الزيتون اسود للتزيين واصفر بيضه للدهن. نرجعوا للطريقه دروك. واخا ملي تعطينا الطريقه الله يجازيك وعاودي لنا المقادير مع الطريقه باش نتبعوا معك لانه في الاول ما سمعناش كاين تشويش في المكالمه. واخا نعاود كاع المقادير. واخا الله يجازيك بخير. اييه واش كتسمعينا لا لا دابا مزيان دابا واضح دابا مزيان قبيله. لا انا زلافه ديال الدقيق. زلافه الدقيق. اييه. جوج معالق ديال الزبده مذوبه. جوج معالق ديال الزبده مذوبه. اييه. انا واحد المعلقه ديال الخميره معجونه. معلقه ديال الخميره معجونه. واحد الخماره. خماره وحده ديال الحلوه. لا جوج معالق ديال زيت الزيتون. جوج معالق ديال الزيت البلديه. اييه. انا واحد المعلقه صغيره نتاع السنيده. معلقه صغيره ديال السنيده. عندنا الحليب باش كنجمعوا العجين. اييه. العجينه تكون مرخوفه شويه. الحليب سائل ما يكون لا دافي لا والو ياك؟ لا. واخا باش نجمعوا هاد العجين. باش نجمعوا العجين. نمشيو للحشو. اييه الحشو. نص كيلو ديال الكفته بالتوابل ديالها. اييه بالعطريه ديالها واخا. العطريه ديالها وكنشحروها. عندنا الفرماج محكوك. اييه. عندنا الزيتون الاسود للتزيين واصفر بيضه للدهن. واخا. نمشيو دروك للطريقه. اييه تفضلي مالكه. كنخلطوا عناصير العجين مزيان حتى كنحصلوا على عجينه مرخوفه شويه. وكنقسموها على جوج. الاولى كنسرحوها في الطوا. تكون واحد الطوا اما تكون مربعه ولا من الاحسن تكون مربعه. كنسرحوا العجين. كنسرحوا عليها وكنسرحوا عليها ديك الكفته. وكنحكوا عليها داك الفرماج مزيان. وكنغطيوها بديك العجينه الاخرى اللي بقات لينا. وكنلصقوا ليها الجوانب. الجوانب ندخلوا الجناب باش ما تحلش لينا العجينه. وفي الوسط منها كاين الكفته وكاين الفرماج. وكاين الفرماج. اييه. وكندهنوها بالصفر ديال البيض. وكنشرطوها على شكل مربعات بالموس. هذه ما كنتكوها ما والو ياك؟ غير ندهنوها صافي ما كنتقبوها ما والو. لا ما كنتقبض ولكن كنشرطوها بالوسط على شكل مربعات. اييه اييه من الفوق من الوجه. اييه. وكل مربعه كنحطوا فيها كنديروا فيها هذيك الزيتونه كنتكوا فيها الزيتونه. اييه كنوع من التزيين. اييه وكندخلوها للفران بالصحه والراحه كتجي رائعه ملي كت. الله يعطيك الصحة. هذه اقتراح ممتاز بالنسبة للكوتي ولا العشاء. اييه. اخواتي جربوها كتجي رائعة. ان شاء الله. اكيد مالكة ان شاء الله غنجربوا هذا الاقتراح. تبارك الله عليك مالكة من تيزنيت. نشكرك بزاف وإلا سمحتي ما تقطعيش معنا باش ناخذوا رقم الهاتف ديالك.